مساء الخير، مساء الخير على احلى مشتركين واحلى لايكات واحلى تعليقات. والله انا مبسوطه بيكم ومبسوطه بالكلام الجميل اللي انتوا بتشاركوني بيه وبتدعموني بيه، وانتوا اللي مخليني بضحك، وانتوا اللي بتخلوني عندي امل في الحياه. ويا رب ما تحرمش منكم ابدا، ويخلينا كده دعم لبعض، ونتنينا كده ايد واحده جنب بعضنا. ان شاء الله قنواتنا هتكبر وهنبقى حاجة كويسة بإذن الله. هنكمل بقية الاختيار. اما تختار واحدة، اختار واحدة تحب اهلك، تحب امك، تحب اخواتك، تحب يعني عيلتك كلها، عشان بتحبك تحب عيلتك. وانت اختاري كده، اختاري واحد بيحب اللي انت بتحبيه، بيحب امك وبيحب ابوك وبيقدرهم، وبيحب اخواتك، وبيحب ريحه الريحه اللي حوالين منك. لازم كده ما تاخديش واحد بيتكلم على باباك كلمه مش كويسه، ولا على اخوك كلمه مش كويسه، لا ما تاخدهوش. لان بعد الجواز هتتعبي معاه، وهيفضل يقول لك امك وابوك واخوك واختك وكده. حب يعني حب واحد يحب عيلتك، يحبك زي ما انت، يحب عيلتك ويحب باباكي، يحتبروا باباه ومامتك، اخوكي اختك كده. وانت كذلك برضو حب واحده تحب والدتك، تعتبرها مامتها. انا بشوف كتير يا جماعه والله ازواج يعني اتنين متجوزين، يعني مرات الابن ما بتحبش حماتها. ليه ما تحبش حماتك؟ ليه ما تحبهاش؟ يعني حب حماتك زي امك بالظبط. ان حبيتيها زي امك بالظبط هتكملي حياتك معاها، هتكملي حياتك كويسه معاها. انا امي بتزعق لي، انا امي بتشتمني، انا امي بتغضب عليا، وبروح لها برضو وببوسها وببوس ايديها وببوس رجليها وبحبها وما اقدرش استغنى عنها. ليه لما حماتي تقول لي كلمه اخدها ولا وانا مش رايحه وانا مش جايه، وامك قالت وامك قالت؟ احتبرتيها امك على فكره، كل الحاجات دي هتزول. ما انا امي بتزعق لي، ما انا امي خايفه عليا، ما انا امي بتقول لي اي كلمه فيها زعل، ما انا امي بتشتمني. طب اشمعنى بقى لما حماتي تعمل معايا كده انا خلاص اخدها بحساسيه؟ وامك عملت وامك عملت وامك قالت لي وامك عادت لي واعمل مشكله واعمل؟ لا، انت لو احتبرتيها امك هتاخدي كلامها بصدر رحب. وعلى فكره مفيش حما بتكره مرات ابنها ولا ممكن تبقى خايفه على ابنها، عايزه ابنها يكون احسن، شايفاكي مثلا مبذره شويه، شايفاكي مهمله في حاجه شويه، بتنصحك بتقولك. اكيد مفيش واحده بتحب الخير لابنها، يعني كله انا بجوز ابني بحب له الخير، عايزه مراته تحبه وتخلي بالها منه كده. انما لو انت احتبرتي حماتك دي امك هتكملي وهتعيشي حياه هنيه وحياه سعيده. وانت لو احتبرت حماتك دي وحماك امك وابوك التانيين اللي انت لما تحتاج حاجه تروح لهم، او ان انت لو في شكوى من بنتهم تروح لهم، واحتبرتهم امك وابوك، لا هتكمل صح. انما ان انت بقى ايه ابوكي ايه امك ايه اخوكي، لا يا جماعه ده غلط. على فكره البني ادم اللي كده ما تاخدهاش، وانت البني ادم اللي كده ما تاخدوش. خدي اللي يحبك ويحب اهلك ويحب عيلتك، وانت خد اللي تحبك وتقدرك وتحب اهلك. انا بحب اهل جوزي، بحبهم زي جوزي ويمكن اكتر، لان هم دولك اللي جابوا لي جوزي. هم دولك اللي لما يحصل حاجه ما بيني وما بينه اروح لهم، هلجا لهم. انا بحبهم كده، انا بحب اهل جوزي كده. وانت المفروض تحب اهل مراتك كده. يا ريت يا جماعه يبقى الحب بتاع العيله ده يبقى مرتبط بيكوا انتوا الاثنين. تراعي مامتها، تبص على مامتها، لو ما عندهاش ابن تبص عليه انت، تبقى انت اللي ابنها. لو انت ما عندهاش بنت تبقى انت بنتها، وتبقى انت سرها، وتبقى انت الحنينه بتاعتها. لازم كده. انما انا بشوف نماذج بصراحه، لا نماذج وحشه جدا. خلاص هي خدت الراجل من دوك من دولك، خلاص خدت الراجل من العيله من الام والاب. خلاص انا اللي عايزه ابنك، انا اللي عايزه ابوك، ولا عايزه امك، ولا عايزه اخوك. ليه؟
ليه؟ في مثل بيقول مسيرك يا مراتي الابن هتبقي حما، يعني انت مسيرك هتبقي حما، زي اللي هتعمليه مع حماتك هتلاقيه، وانت برضو اللي هتلاقيه هتعمله مع حماتك برضو هتلاقيه. فلازم يا جماعة يبقى كده في حب وفي مودة وفي اخلاص. اخد واحدة بحبها وبحب عيلتها، وانا اخد واحد بحبه وبحب عيلته، مش انا باخد واحد وخلاص، او انت بتاخد واحدة وخلاص، لا. ده يبقى دي الحياة هتبقى حياة فيها مشاكل كتير جدا. الاختيار من الاول صح، كل الخطوات اللي الواحد بيقولها دي هتبقى حياة زوجية سعيدة، انما غير كده لا. اختار يعني احب جيراني، ما جيراني دولك برضو زي اهلي، يعني انا لما احب جارتي احب جيراني، انت تحب جارك تبقى مخلص ليه، انت تبقى مخلصه لجارتك، لان الجار ده برضو على فكره بيبقى اقرب من الاهل، اقرب من الاهل. لو انا تعبانه هلاقي جارتي هي اللي بتلحقني لحد ما والدتي تيجي، لحد ما والدي يجي. انت كذلك هتلاقي جارك. يعني الحب ده يا جماعه في كل الاحوال لازم نحب بعضنا، لازم نحب العيلة، لازم نحب جيراننا، لازم نحب زمايلنا، لازم نحب كل اللي حوالين مننا. ان حبينا كل اللي حوالين مننا هنلاقي فيه راحة في حياتنا، هتلاقيك انت بتحب ناس والناس دي بتحبك، انت بتخاف على حد، الحد ده بيحبك. وعلى فكرة لو لقيت واحد في المليون وحش، مش كل الناس وحشة ومش كل عيلة وحشة، لا، في بالكلام، في يعني كل ما انت تقول كلام حلو ولسانك يطلع كلام حلو هتلاقي في محبة، هتلاقي في حب من الناس، في حب من العيلة، في حب من اهل مراتك، هتلاقي في حب من يمتهم من ليكي انت باللسان الحلو. اللسان الحلو على فكرة ده يا جماعة كلمة حاضر وكلمة نعم وكلمة تحت امرك وكلمة الكلام الحلو اللي بيطلع من اللسان ده يا جماعة ليه عامل كتير قوي قوي. والبسمة والوش السمح اللي بيضحك في وش اي حد، مش الواحد يقوم الصبح كده مكشر ومبوز، لا، خلي وشك بشوش، خلي وشك بشوش، خليكي متسامحة، خلي لسانك كده تملي باستمرار يقول كلام حلو، وانت كلام لسانك يبقى باستمرار كلام حلو. واتمنى لكم كل خير وحياة سعيدة واتمنى لكم كل خير في الدنيا، ويا رب يا رب اكون بفيدكم بشيء، ويا ريت لو انا بفيدكم بحاجه تكتبولي في التعليقات وتقولولي يا ماما نونا انت بتتكلمي كلام حلو. وباي باي.